مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الرياضه اليوم. حسم ليفربول كلاسيكو انجلترا بفوزه العريض على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد بمباراة مؤجلة من الجولة 30 للبريمير ليج. ففي اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب الأنفيلد نجح أصحاب الدار بهز شباك مضيفهم برباعية بيضاء، حمل التوقيع كل من لويس دياز ومحمد صلاح هدفين وساديو ماني، ليحقق ليفربول انتصاره 23 في الدوري الإنجليزي والذي وضعه في الصدارة مؤقتا برصيد 76 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثاني والذي يلاقي هذه الأثناء نادي برايتون، فيما جاء مانشستر يونايتد في المركز السادس ب 54 نقطة. نعم مشاهدينا الكرام، الحديث أكثر عن البريمير ليج ينضم إليه من ليبيا الصحفي الرياضي الكابتن يونس الشلماني، وسينضم إليه لاحقا من مصر الناقد والمحلل الرياضي الكابتن عبد الرحمن طلعت. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكرام على شاشة اليوم. كابتن يونس، أول شيء مساء الخير. طبعا يوم أمس كلاسيكو انجلترا حسم بالحقيقة بتكرار ليفربول لانتصاره على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون مقابل بمباراة كان من خلالها ليفربول الطرف الأفضل، ونجح بفرض سيطرته على اليونايتد وخطف ثلاث نقاط مهمة وضعته في الصدارة ولو مؤقتا. بدي قراءتك كابتن يونس لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد. في البداية يا أخي سومر، كل عام وأنت بخير وكل مشاهدي ومتابعي قناة اليوم السورية وكذلك طاقم العمل المصاحب لك. لو دخلنا في تفاصيل مباراة الأمس اللي تحدثت عليها، هي طبعا حاليا بصراحة يعني الحمل الوديع مانشستر يونايتد، الفريق اللي كان واحد من أقوى الفرق في العالم في السنوات الأخيرة، ولكن للأسف النتائج، الأداء، إدارة الفريق بالكامل، إدارة النادي حاولت أن تجيب حتى صفقات وانتدابات، ولكن المدربين، مع احترامي جميع المدربين، ما وجدوش المدرب اللي هو يفهم كيمياء اللاعبين لمانشستر يونايتد ويتماشى مع أجواء مانشستر يونايتد. بالتالي الفريق أصبح النتائج صعبة جدا، سيئة، الثقة مفقودة في غرف التغيير بين حتى اللاعبين، بين نجوم الفريق، بين خط الدفاع بالذات، وماجواير على وجه التحديد اللي قاعد يعني يقولوا السخرية في العالم بالكامل، جميع وسائل التواصل، الإعلاميين، الصحفيين، من أن مدافع هو قائد الفريق وقائد واحد من قادة منتخب إنجلترا وثمنه 85 مليون باوند. يعني أنت تحكي عليه أرقام مهولة جدا في لاعب مستواه ضعيف جدا، وفترة الأخيرة حتى الإصابات لزملاء. بصراحة فريق يورجن كلوب فريق في المستوى، لما نجول نحن بدون أي تحيز وبدون أي يعني مجاملة، ولكن يورجن كلوب وليفربول ومانشستر سيتي وغريجول هم أقوى فريقين في العالم يلعبوا في كرة قدم حديثة، الفريق متكامل، الفريق نجوم. يعني مع الرأفة الرباعية ليفربول أمس في مع مانشستر، مع الرأفة يعني مع الأخذ بالرأفة نتيجة المباراة، بصراحة مانشستر يحتاج إلى ثورة حقيقية بمدرب قادر. نحن طبعا نحن نعرف الإشاعات القادمة من يعني كابتن يونس، رأيك مين يتحمل مين؟ يعني شوف، مانشستر يونايتد قام بجلب العديد من المدربين على مستوى عالي بالإضافة للانتدابات لاعبين أيضا على مستوى عالي، يعني مين بيتحمل وزر تراجع النتائج برأيك كابتن يونس؟ شوف أنت كابتن سومر، في سؤالك كانت في إجابة، أنت قلت لي مجموعة كبيرة من اللاعبين والنجوم في مراكز معينة، وكلام منطقي وحقيقي لما نجي نشوفوا مجموعة من اللاعبين المتواجدين في جميع الخطوط باستثناء ما كيف ما قلنا ماجواير، لكن الجميع يعني فيه نجوم في جميع الخطوط. لو تحدثنا عن المدربين، جابوا مجموعة كبيرة من المدربين المعروفين واللي عندهم أسماء، فمعناها المشكلة في الإدارة في نوعية الاختيارات وفي المدير الإداري أو المدير الرياضي اللي هو مسؤول عن هذه المنظومة وخلق أجواء رياضية لعودة مانشستر يونايتد. أعتقد أن عباءة فيركسون ويعني الكوابيس بتاعت فيركسون لكل مدرب قادم بشيء يحقق ويكسر رقم فيركسون، واحدة من أهم المشاكل اللي قائمة في الفريق. قد يكون الفترة القادمة لمانشستر بعد أن طيب كابتن يونس، مدرب الحالي اللي هو طيب كابتن يونس، اعذرني على المقاطعه، انت اثناء حديثك عم يعني تراودني بعض الاسئله قبل ما انتقل لعند كابتن عبد الرحمن، طولنا عليه شوي. طيب هلا معقول نادي مثل مانشستر يونايتد لا يستطيع التعاقد مع مدرب بحجم يورجن كلوب او غوارديولا؟ شيء غريب، يعني نادي من اكثر انديه العالم امكانيات ماديه كابتن يونس.
كابتن، نقطة مهمة جدا، ليس الأموال فقط ولكن المشروع والصبر. لما يتحدثوا مع واحد من المدربين المعروفين، يعني هذا لما مدرب أياكس القادم اللي يقول بنسبة كبيرة المدرب أعطيه مشروع أعطيه وقت هو يختار اللاعبين. فكرة أنك أنت تشتري رياضيين كابتن سومر وجي ما قد يكونوا نجوم، ولكن طريقة لعب المدرب والاختيارات تكون هي اللي سيئة. المدرب يحتاج إلى وقت. ليفربول عندما تعاقدوا مع يورغن كلوب أعطوه الوقت في البداية، يعني تتحدث عن 8 سنوات، واحد أقدم مدرب في الدوري الإنجليزي حاليا هو. فلما كان في البداية كان الفريق ليس بقوة الفريق، ولكن أعطوه الأموال وتم هو المسؤول على اختيار اللاعبين. مع طول المدة حاليا ليفربول في التوب، تحكي على القائمة، كان مش رقم واحد رقم اثنين في العالم كأندية. فبالتالي مانشستر محتاج الوقت، محتاج إلى مشروع حقيقي. طيب كابتن يونس، أخرنا على كابتن عبد الرحمن. كابتن عبد الرحمن أيضا أسألك نفس السؤال، هل استحق ليفربول هذا الانتصار؟ وكيف شفت أداء مانشستر؟ وماذا يجري داخل صفوف الشياطين الحمر؟ مساء الخير كابتن، تفضل. مساء النور كابتن سومر، واهلا بجميع الساده المستمعين. بص، باختصار هو ليفربول واجه خصم من اسهل الخصوم لي على مدار الدوري. مانشستر يونايتد ما قدمش اي حاجه يستحق ان احنا نقول ان هو كان ند ولو صغير جدا في المباراه. ليفربول قدر يثبت نفسه، قدر يطبق طريقته، قدر يعلي الريتم في الأوقات اللي هو عايزها، ينزل الريتم في الأوقات اللي هو عايزها، ويسجل الأهداف بمنتهى السهولة وبمنتهى السلاسة اللي احنا شفناها. لكن بالحديث على مانشستر يونايتد فالحديث مش محتاج وقت كتير، لان الكلام بتاع مانشستر يونايتد تقريبا بقاله 10 سنين بنقول نفس المشكلة. خلينا اوضح لك بس حاجة كابتن سومر، ان كرة القدم مش بس 90 دقيقة على المستطيل الأخضر وبتنتهي كرة القدم هنا. 90 دقيقة دي ما هي مجرد إلا انعكاس لما يدور في الإدارة، في غرف تبديل الملابس، في تفكير الملاك، في تفكير الناس اللي بتدير النادي ده، في تفكير المشجعين. كل ده بتحطهم كده مع بعض في الخلاط بيطلعوا لك 90 دقيقة تقدر تشوف من خلالها ما يدور في كل اللي أنا قلته لك في اللي فات. مانشستر يونايتد من ساعة اعتزال سير أليكس فيرغسون وإدارة مانشستر يونايتد ما عندهاش حاجة واضحة هي عايزها، يعني تبان من اختيارات المدربين، تبان من اختيارات اللاعبين في الصفقات، هم مش عارفين هم عايزين ايه. هل الهدف هو اقتصادي بحت فالنادي بيدخل فلوس وخلاص؟ هل الاستثمار هو استثمار رياضي زائد اقتصادي؟ هل الاستثمار رياضي فقط بغض النظر عن الاقتصاد؟ بصراحة أنا مع، يعني كل اللي أنا شايفه إن هو طبعا الاتجاه اقتصادي فقط، لأن التغييرات في المدارس. طيب كابتن عبد الرحمن، بس بدي قاطعك بهالفكرة. الموضوع الاقتصادي مرتبط بالموضوع الرياضي، يعني هلا الفريق إذا لم تأتي الجماهير وتتابع المباريات سيتأثر اقتصاديا، فيعني بالآخر يجب أن يكون الموضوع الرياضي مرتبط بالموضوع الاقتصادي، يعني الاثنين بيكملوا بعض كابتن عبد الرحمن. ما هو أنا معاك، هي معادلة صعبة، لكن لما بيكون الشق الاقتصادي هو الهدف الرئيسي بتاعك، ففي صفقات زي مثلا سانشو بتكتشف أنها صفقة اقتصادية أكتر منها صفقة رياضية ما فادتش الفريق أبدا. صفقة زي بول بوجبا كانت صفقة اقتصادية ما فادتش الفريق وما قدمتش الدعم المطلوب. صفقة زي فان دي بيك كانت صفقة اقتصادية ما قدمتش أي إضافة فنية. فأنا لما باجي أتعاقد مع لاعبين ساعات بيكون الهدف بتاعي اقتصادي، زي مثلا صفقات كتير في أندية كتير. لكن اللي أنا عايز أقوله لك إن الاختيار بتاع المدربين بتاع مانشستر يونايتد اختيارات تخبطية جدا باختلاف المدارس، بداية من ديفيد مويس مرورا لويس فان خال اللي كان بيقدم كرة كويسة، بعد كده جوزيه مورينيو مع الأداء الدفاعي، وبعد كده سولشاير والاستمرار عليه لشهور وسنوات بدون جدوى. جماهير مانشستر يونايتد مش فاهمة هو سولشاير قعد طول الفترة دي تقريبا 3 سنين كان بيعمل ايه. طيب بالعودة لعندك كابتن يونس، طبعا تجري هذه الأثناء العديد من اللقاءات في البريمير ليج، يلتقي حاليا تشيلسي مع أرسنال، وإيفرتون مع ليستر سيتي، ونيوكاسل مع كريستال بالاس. طبعا انتهى الشوط الأول بالمباريات الثلاث، تشيلسي وأرسنال انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدفين لهدفين، إيفرتون ليستر سيتي تقدم ليستر سيتي بهدف، نيوكاسل كريستال بالاس تقدم نيوكاسل بهدف. خلينا نركز كابتن يونس على مباراة ديربي لندن التي تقام هذه الأثناء بين تشيلسي وأرسنال، والنتيجة. تفضل. أنا شاهدت يعني جزء من بداية مباراة تشيلسي مع الأرسنال. تفضل. شو موجود؟ أرتيتا
كابتن يونس عم تسمعني صوتي واضح؟ تمام. بشكل ممتاز جدا استطاعت تسجيل ادوار في الدقيقه 13 في موفيرنر في خطا هذا جدا من الدفاع ومسدال الحارس، ثم روي سميث روي استطاع حرز هدف ثاني، ولكن إزبلكويت التعادل. شوط مميز جدا، شوط ممتاز من فريق الأرسنال، بالذات الأرسنال اللي يحاول انه يستغل نقولوا الظروف اللي يمر بين فريق تشيلسي، خاصة المشاكل السياسية اللي هن مأثرات على الفريق. ولكن نحكوا على 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 المباريات، يعني المباريات لو تحدثنا عن آخر مباريات بين الفريقين، الانتصار في آخر 5 مباريات، الانتصار للثلاث مباريات مقابل مباراتين. الترتيب حاليا الفرق بيناتهم الأرسنال تشيلسي ترتيب ثالث 62 نقطة، الأرسنال ترتيب رابع، ترتيب خامس أسد ب 54 نقطة، وزايد مباراة على تشيلسي. فبالتأكيد المباراة هي ديربي من ديربيات القوية. الأرسنال بعد عودة أرتيتا، بعد نقوله أن أثبت أن مدرب قادم بقوة لكرة القدم العالمية، استطاع أن يخلق فريق شاب، فريق مميز بالرغم من بعض الاستغناءات على أوباميانج وغيره، ولكن الفريق بصراحة فريق الأرسنال مقنع، أداء جميل. الشوط الأول قدم نتيجة ممتازة، استطاع أن يتقدم في مناسبتين لكن الظروف خذلنا. الأرسنال يحاول أن يكون من ضمن الأربع الكبار، خاصة أن تنكسر مباراة مع فريق 31 مباراة وتوتنهام 32. لو فاز الأرسنال اليوم حيقعد 57 نقطة، نفس الرصيد مع فريق توتنهام، وبالتالي يضمن مركز في كأس الأبطال. مباراة اليوم حتكون مفتاح لتشيلسي للعودة. تشيلسي حقق نتائج إيجابية بعد الانتكاسة اللي صارت، ولكن الفريق فيه مجموعة من اللاعبين ومجموعة من النجوم اللي ممكن يتم البناء عليهم مع مدرب قدير ومدرب عارف مجموعة اللاعبين اللي عنده. واليوم على غير العادة في الفترات الأخيرة لوكاكو هو قائد هجوم الفريق مع تيمو فيرنا اللاعب الألماني اللي هو ممتاز جدا مع، فأعتقد أن تشيلسي كذلك العودة يعني قريب، كذلك فريق يعني اتوقع أن منها في أي لحظة، فالمباراة حتكون سجال إلى آخر لحظة. هذه وجهة نظري لهذه المباراة من أول 10 دقائق أو أربع دقائق. طيب بدي قبل ما انتقل لعند كابتن عبد الرحمن، كابتن يونس، بس توقعاتك للنتيجة تشيلسي وأرسنال. كابتن يونس هل تسمعني؟ طيب بالعودة لعند كابتن عبد الرحمن، كابتن عبد الرحمن أيضا بدي قراءتك للقاء تشيلسي وأرسنال اللي يجري هذه الأثناء. انتهى الشوط الأول بتعادل فريقين بهدفين لهدفين. بص يا كابتن سمر، انا طبعا شفت الشوط الاولاني بشكل جيد. الشوط الاولاني نقدر نبسطه ان هو مباراه ما بين جريحين، ارسنال جريح على المستوى الميداني في الملعب، نتائجه الفتره اللي فاتت كانت نتائج متذبذبه، خسر بيها نقاط المفروض ان هي كانت في المتناول وكان قادر ان هو يحققها في صراع على التوب فور. اما تشيلسي فالجريح خارج ملعبه بالمشاكل الاداريه التي لا تنتهي بالعقوبات اللي اخرها احنا شفناها في المباراه دي ان ملعب ستانفورد بيدج ليس مكتمل العدد بسبب المنع من بيع التذاكر. التذبذب في المستوى بتاع الفرقتين ادى ان المباراه كانت شبه مفتوحه. الاخطاء الدفاعيه من تشيلسي او من ارسنال ادت ان الفرقتين يستغلوا الخطأين دول ويسجلوا هدفين. المباراه سجال ما بين الطرفين. تشيلسي نوعا ما ما عندوش حاجه يبكي عليها في الشامبيونز ليج، خرج من ريال مدريد وصراعه مع التوب فور مأمن نفسه شويه في المباريات المتبقيه، ما عندوش غير بطوله الاف اي كاب اللي هو مركز فيها، وشفنا ده من تشكيل التوخيل ان النهارده قرر ان هو يريح فيها بعض العناصر الأساسية من الفريق اللي لعبت قدام كريستال بالاس في نصف نهائي الكاس. أما أرسنال فجدوله صعب جدا، هيطلع من تشيلسي يخش على مانشستر يونايتد، بعديها وستهام، بعديها توتنهام، فماتشات هتبقى صعبة على أرسنال. أعتقد أرسنال لو نجح في أنه هو يخطف الفوز النهاردة هتكون دفعة مميزة جدا في صراعه على التوب فور. لكن لا، أنا توقعي أن النتيجة الأقرب بالأداء اللي أنا شفته ممكن تكون التعادل، مع ترجيح لكفة تشيلسي اللي عنده عناصر قوية جدا على الدكة ممكن تنزل تحدث الفارق في الشوط الثاني. نعم. طيب كابتن عبد الرحمن، بس بدي أسألك على موضوع الصراع الحقيقة الناري على المركز الرابع المؤهل للشامبيونز ليج. مثل ما بنعرف الترتيب
الحقيقة باعتبار مثل ما تفضلت كابتن عبد الرحمن، ليفربول، مانشستر سيتي، تشيلسي تقريبا ضمنوا المراكز الثلاث الأولى. الصراع المركز الرابع بين توتنهام اللي يحتل حاليا المركز الرابع 57 نقطة، أرسنال 54، مانشستر يونايتد 54. برأيك من الأقرب لخطف المركز الرابع في ظل هذا التنافس المحتدم كابتن عبد الرحمن؟ أنا التوقع الشخصي أنه ممكن يكون توتنهام هو الأقرب لسبب بسيط، لأن توتنهام هو الفريق الوحيد من وسط الفرق اللي بتنافس، هو يمتلك مدرب متمرس خبرة في البريمير ليج، ويمتلك سجل قوي جدا في صراعه على التوب فور، وهيقدر أنه هو يطلع بتوتنهام اللي بيمتلك سكواد متميز ومتوالف مع بعضه، وقادر أنه هو يطبق أفكار المدرب بالرغم أن في وجود بعض الإخفاقات في الجولات اللي فاتت. لكن توتنهام هو الأقرب، لأن أرسنال ما زال موجة الإصابات بتضربه، ما زال في بعض اللاعبين زي لاكازيت وزي نيكيتا بيعانوا على المستوى الخارجي، مع مش مستقرين. أما مانشستر يونايتد فطبعا كلنا شفناه يعني بمشاكله بمساوئه، فأعتقد أن الأقرب هو فريق توتنهام. طيب كابتن يونس، أيضا هذه الأثناء طبعا يلتقي أيضا مانشستر سيتي مع برايتون، انتهى الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف. مانشستر سيتي بحاجة ملحة للفوز بهذه المباراة لاستعادة الصدارة من ليفربول، باعتبار بيحتل فريق المركز الثاني ب 74 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول. كيف بتشوف حظوظ السيتيزنز بهذه المباراة كابتن يونس؟ خاصة بنعرف كلياتنا أنه برايتون عذب الفرق الكبرى في البريمير ليج هذا الموسم. بالتأكيد فعلا كابتن سوما، خاصة من الضغط اللي وقع على كاهل اللاعبين والمدرب مدرب غوارديولا في بخصوص فوز مباراة الأمس، ليفربول بفوزها يوم الأمس قعد ضغط على لاعبين مانشستر سيتي، وخاصة أننا نعرفه ونحن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، فبالتالي واضح أن السيتي يعني جميع المنافذ اللي هنا ممكن تؤدي إلى ما إلى حارس برايتون مغلقة، خاصة لو تحدثنا على آخر خمس مباريات السيتي فاز في أربع مباريات وسجل يعني 11 و4 15 هدف في آخر خمس مباريات من المواجهة، يعني هو خصم بالنسبة لمانشستر سيتي خصم سهل على الورق، ولكن كيف ما قلت أنت أخي سوما، هو حاليا واحد من أصعب الفرق اللي تواجه فرق الصدارة في الدوري الإنجليزي، وبالتالي الضغط اللي واقع على لاعبي مانشستر سيتي أعتقد أنه حيكون سلاح ذو حدين، لو ما تعملوش معه باحترافية مع المدرب أعتقد أن الفريق حيعاني، خاصة أنك كيف ما قلت أنت من فوز ليفربول يوم الأمس قعد هو متصدر بفارق نقطة، وبالتالي الضغط كله على أبناء غوارديولا. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، ما أعتقدش إن في فرص يعني كبيرة، أنا قاعد ممكن على الإنترنت قاعد نتبع في المباراة حاليا، ولكن ما فيش حتى الفرص. انتهى الشوط كيف ما قلنا بالتعادل السلبي، المباراة حتى نسبة الاستحواذ كانت طبعا كالعادة 64% 36% للسيتي، التسديدات على المرمى ما فيش ولا تسديدة من برايتون الكابتن سومر، تسديدة واحدة فقط من السيتي وسبع تسديدات خارج المرمى. بالنسبة حتى للتمريرات عدد اللمسات طبعا ما فيش منافسة، ولكن فرص خطيرة على المرمى حتى الآن السيتي نقوله صعب عليه مرمى برايتون، فبالتالي سلاح الصدارة ولعب ليفربول يوم الأمس وتصدرهم الجدول بشكل مؤقت واقع بشكل كبير جدا الضغط على أبناء غوارديولا اللي اليوم ممكن يكونوا فاقدين الصدارة لو تعثروا في مباراة اليوم. كابتن سوم، نعم، كنت سألتك كابتن يونس عن توقعك نتيجة تشيلسي وأرسنال اللي انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدفين لهدفين، إلا أن فقدنا الاتصال معك. شو توقعك للنتيجة بين أرسنال وتشيلسي، وأيضا توقعك للقاء مانشستر سيتي وبرايتون اللي انتهى الشوط الأول أيضا 0-0؟ شوف كابتن، أنا حنعطيك توقعات وأمنيات بحكم إني مشجع أرسنالي. بدنا التوقعات، الأمنيات كلنا بنتمنى، نحن بدنا التوقعات. أوكي تمام. بالنسبة للتوقعات، المباراة حيكون فيها أكثر من هدف أخرى، ولكن أعتقد أن يعني أرض تشيلسي حتكون هي الحاسمة في تقدم تشيلسي مع وجود بعض الخبرات والقدرات من اللاعبين الخبرات، ولكن بين قوسين أتمنى أن تكون مدفعجية في النهاية. وبالنسبة لمانشستر سيتي على الورق، يعني لو سألتني قبل بداية المباراة حنقول لك المباراة حتكون بين يعني قوسين بكل أريحية لمانشستر سيتي، ولكن بعد انتهاء الشوط الأول بتعادل سلبي أعتقد أنه يعاني السيتي، وأن المنطقي أنه يفوز، ولكن ليس بفارق أهداف كثيرة، خاصة على نقوله على نتيجة الشوط الأول وعلى حتى الإحصائيات اللي شوفين أمامي، يعني تسديدة واحدة فقط على المرمى لفريق مانشستر سيتي طول 45 دقيقة، فأعتقد أن حتى الفوز حيكون لمانشستر سيتي ولكن حيكون صعب.
حلو، انتصار صعب لمانشستر سيتي وانتصار لتشيلسي، هاي توقعاتك كابتن يونس. طيب خلينا نشوف كابتن عبد الرحمن، بدي ايضا قراءتك للشوط الثاني من مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اللي انتهى الشوط الاول بالتعادل من دون اهداف، وايضا توقعاتك كابتن عبد الرحمن، مش امنياتك، توقعاتك. بص يا كابتن سومر، هو مانشستر سيتي في الفترة الحالية بيمر مش بأفضل أحواله، النتائج بتاعته نتائج سلبية، خرج من الكاس على إيد ليفربول، فليفربول أوريدي حط الضغط عليه بأنه هو خرجه من بطولة مانشستر سيتي بينافس عليها نفسه فيها بعد فترة، وفي نفس الوقت ليفربول التصريحات والزخم الإعلامي اللي عامله على بيب جوارديولا وعلى فريقه أن الفارق كان 14 نقطة ونجح أنه هو يوصل لنقطة واحدة، كل ده حاطط ضغوط غير طبيعية على مانشستر سيتي، بانت في تصريحات بيب جوارديولا لما قال بعد إذنكم يا جماعة ما حدش يقول 14 نقطة علشان ليفربول كان بلعب ماتشين زيادة أو متأخر ماتشين زيادة حاجة كده. فيعني واضح من التصريح ده أن الضغوط حاليا في معسكر السيتي أكتر بكتير من معسكر ليفربول، اللي بالمناسبة ليفربول حاليا بيتميز بالصفقات اللي عملها في يناير، لويس دياز أنعشة الهجوم بتاعه وأغلب اللاعبين بتاعته حاليا في الفورمة. مانشستر سيتي في مباراة برايتون، خلينا نثني الأول على جراهام بوتر ومنظومته اللي طول الموسم بتقدم مستويات متميزة جدا، وقدرت زي ما حضرتك قلت إن هي توقف كبار يفوقوه عتادا، لكن مانشستر سيتي أعتقد إن هو وارد يكسب النهاردة طبعا بخبرته بصراعه، لكن مانشستر سيتي النهاردة إن هو أمام مفترق طريق، لو نجح مانشستر سيتي في ان هو يكسب النهارده فهو هيقدر ان هو يخف الضغوط عليه شويه، لكن لو حصل والسيتي تعثر النهارده فباعتقادي ان السيتي هيخسر الدوري، زائد طبعا هيخرج من الشامبيونز ليج بعد مواجهه تكون صعبه جدا قدام ريال مدريد. نعم، طيب كابتن، يعني مانشستر سيتي الاقرب للفوز بمباراه برايتون برايك؟ اعتقد. نعم. طيب كابتن يونس، أنا كنت قد سألت كابتن عبد الرحمن عن موضوع المنافسة المحتدمة على المركز الرابع بين توتنهام وأرسنال ومانشستر سيتي، وقال كابتن عبد الرحمن أنه توتنهام هو الأقرب لخطف المركز الرابع. برأيك كابتن يونس، مين الأقرب للحصول على المركز الرابع أو البطاقة الرابعة المؤهلة للتشامبيونز ليج بوصول البريمير ليج لجولته 33؟ شوف كابتن، لو تحدثنا على ترتيب الدوري الانجليزي اللي وخاصه الفرق الصداره، لو تحدثنا على مانشستر توتنهام والارسنال، بالنسبه اعتقد ان مانشستر اقل حضور من الفرق في المنافسه نتيجه الظروف والارتباك اللي داخل حاصر المعسكر بالكامل، يعني نشاهد ان الفريق بالكامل يعاني، ولكن اعتقد ان الارسنال وتوتنهام هم حتكون المنافسه الى اقرب الى نهايه الاسابيع. الارسنال لو فاز اليوم على تشيلسي خارج ارضه حيكون دافع قوي جدا جدا جدا. النقطه اللي قد تكون ايجابيه لتوتنهام وتحفز اللاعبين وجود كونتي ووجود المشروع كونتي، يعني واخذ وعود من اداره توتنهام ان هاري كين حيكون متواجد في الفريق، ان التعزيزات المطلوبه اللي يتمنى الحصول عليها كونتي حتكون مع الموسم القادم، فبالتالي حتى داخل الفريق داخل المجموعه في روح انهم الفريق يحقق نتائج ايجابيه باش يتاهل للتشامبيونز ليج، باش الميزانيه تبقى ممتازه، باش حتى النجوم، انت عارف انت الفريق لما يكون متاهل للتشامبيونز ليج نجوم الفرز الاول كيف ما نقولوا حيكون عندهم فرصه كبيره ان ينتقلوا لتوتنهام ولا غيره من الانديه المنافسه، ولكن لو تباعدت عليه التشامبيونز ليج فبالتالي حتى هاري كين ومجموعه من اللاعبين حيكونوا بعاد على توتنهام، وممكن المشروع على الاقل مشروع في المده القصيره حيكون صعب تطبيقه، بالتالي اعتقد ان المنافسه حتكون بين توتنهام والارسنال، ومن المدرب اللي يجد دكه بدلاء ممتازه واللاعبين على مستوى عالي، ويكون في، نحن عارفين جميع الفرق في العالم تمر بفتره فراغ في الموسم، فالفريق اللي يكون يعني فتره الفراغ مر بها في البدايات وما كانش وحيكون في المستوى اعتقد هو يتأهل، لكن توتنهام طيب والارسنال واعتقد ان مانشستر حيكون صعب جدا. طيب فعلا يعني منافسة كانت محتدمة حتى الجولة 33 بين فرق البريمير ليج، سواء على المنافسة على اللقب أو المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية أو حتى الهروب من شبح الهبوط. ك
كنت سعيد جدا بتواجدكم، كانت حلقة مميزة جدا بتواجدكم معي كباتن كابتن يونس وكابتن عبد الرحمن. إلا أن وقت البرنامج انتهى، إلى هنا نأتي لختام حلقتنا لهذه الليلة مشاهدينا. وفي النهاية أشكر ضيفاي الكريمان، كان معي من ليبيا الصحفي الرياضي الكابتن يونس الشلماني، ومن مصر الناقد والمحلل الرياضي الكابتن عبد الرحمن طلعت. شكرا جزيلا لكما، والشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا. دمتم بخير وإلى اللقاء.